بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طيب السؤال الأول، أخت الكريمة اتصلت وقالت بأن زوجها يضربها ويهينها ويسبها وهي لا تعمل أي شيء، وتقول فقط يعني حسبي الله ونعم الوكيل، فماذا تصنع؟ وتريد كلمات يعني لعل الله عز وجل أن يثبتها بها. ووددت أن يكون الزوج من بين من يستمعون إلي الآن لأذكر أخي بالله تبارك وتعالى، لأذكره بالله عز وجل، ولأذكره بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول له: أخي الكريم، اعلم بأن زوجتك أسيرة عندك، واعلم بأنك إن ظلمتها وضربتها وآذيتها وأهنتها وسببتها بدون وجه حق وبدون جريرة منها، اعلم بأن خصمك دونها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يا ترى تقدر على هذه الخصومة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. أحرج عليكم أي ألحق بكم الحرج البالغ والإثم الكبير الشديد لمن يظلم اليتيمة ولمن يظلم المرأة. فالمرأة المسلمة والزوجة أمانة عندك، وستسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذه الأمانة، فيجب عليك أن تتقي الله فيها، أن تطعمها وأن تنفق عليها وأن تكسوها وأن تكرمها، بل وأن تبالغ في إكرامها. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. هذا أمر من رسول الله لك، استوصوا بالنساء خيرا. لا يجوز لرجل مسلم يخاف الله عز وجل أن يبيت ليلة وهو ظالم لامرأته وهو يعلم يقينا أنه ظالم لها. لا يجوز لرجل يخشى الله ويتقي الله تبارك وتعالى أن يبيت ليلة وهو يعلم يقينا من نفسه أنه ظالم لامرأته وأنه ظالم لزوجته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بك الحرج البالغ والإثم الشديد، وهو خصمك يوم القيامة دون هذه المرأة الضعيفة. والأدلة في هذا الباب كثيرة، الأدلة في هذا الباب كثيرة. فالزوج يتقي الله عز وجل في زوجته، وفي المقابل أقول للزوجة أيضا: اتقي الله في زوجك. فربما تتوهم الزوجة أنها صاحبة حق، أقولها لله، ربما تتوهم الزوجة أنها صاحبة حق، وربما تتصور أن زوجها ظالم، وربما تكون هي التي وقعت في ظلم الزوج. فأرجو أيضا من الزوجة المسلمة التي تخاف الله رب العالمين أن تتقي الله تبارك وتعالى في زوجها، وأن تعلم أيضا أنها ستسأل عنه، فلتتقي الله في أولاده، فلتحفظ عرضه وماله وشرفه وأولاده، ولا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، بل ولا يجوز لها أبدا أن تفتح باب بيتها لأحد من غير المحارم إلا في وجود زوجها أو في وجود محرم من المحارم. الشاهد أن العلاقة بين الزوجين يجب أن تبنى على المودة والرحمة، فإذا خلت الحياة الزوجية من المودة والرحمة أصبحت كالجسد الميت، إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه، إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. فيجب على الزوج أن يتقي الله، وأنا أنصح نفسي وأنصح أي زوج بمراقبة الله تبارك وتعالى في امرأته، وأنصح كذلك الزوجات الفضليات أن يتقين رب الأرض والسماوات في الأزواج. ولتعلم المرأة المسلمة أن طاعتها لزوجها طاعة لربها تبارك وتعالى، ما دام لا يأمرها بمعصية الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها
وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأزواج إلى الحق ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا مودة.